نحن اليوم في مدينة نزوى حاضرة المنطقة الداخلية من سلطنة عمان وعلى مسافة 180 كيلومترا من العاصمة مسقط. هذه المدينة بقلعتها الشهباء ومبانيها التراثية وفنها المعماري الأصيل تدعوك لزيارتها والتعرف على أسواقها التقليدية، خاصة تلك التي تقع بجانب القلعة، المنطقة التراثية المتكاملة. نبدأ هذه الرحلة بسوق البز أو السوق الغربي كما يعرف محليا. فهذا السوق من الأسواق العريقة في ولاية نزوى، وقد تم تجديده وإعادته إلى الحياة دون المساس بطبيعته المعمارية التراثية. فهو يقع في الدائرة المحيطة بقلعة نزوى، ويتميز بطرقاته الضيقة التي تتوزع على جانبيها المتاجر. وقد بني السوق كمركز تجاري وسط المدينة وعلى طراز الأسواق العربية القديمة التي يطلق عليها اسم الخان في بلاد الشام والقيسارية في بلاد المغرب، ويتميز بوجود صفوف من الدكاكين موزعة على عدد من الممرات وساحات تتخللها الأزقة. تبدو اللمسات الجمالية من العقود والأقواس واضحة المعالم في هذا السوق مع وجود العناصر الضرورية من الإنارة والتهوية. ثمن زين مشانك تسعر. وهذه نفس القيمة نفس قيمتها. نعم. بخور عمانية وروائح عطرية طيبة يمكنك أن تشمها وتستمتع بها وأنت تتجول في السوق الغربي بولاية نزوى. وهذه الأجواء التقليدية أصبحت تستقطب السائح والزائر معا. هنا محلات ما زالت تمارس تجارة البنادق القديمة والتي يرجع بعضها إلى القرن الماضي وتقتنى كأسلحة تراثية للذكرى من هذا السوق، ومحلات متخصصة لصناعة الخناجر وتجارتها، حيث تتميز خناجر المنطقة بدقة الصناعة والجودة العالية. قد كان هذا السوق قديما مخصصا لأنواع الملابس والأقمشة الصوفية والقطنية، إلا أنه الآن قد أصبح لا يقتصر على صنف معين من التجارة، فهو مع ذلك يبيع المواد الغذائية. سوق البز أو الملابس كما كان يسمى قديما،
وقد ذكر نزوى وأسواقها ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، حيث قال: يعمل فيها صنف من الثياب منمقة بالحرير جيدة، ومآزر من ذلك الصنف يبالغ في أثمانها، رأيت منها واستحسنتها. هكذا وصفها صاحب كتاب معجم البلدان، وهكذا كانت هذه الأسواق ضاربة بجذورها في عمق التاريخ. تعرض في هذا السوق مجموعة من المصوغات الذهبية ذات الأشكال اللافتة للنظر بجمالها الفني الأخاذ ولوفرة زخارفها وغنى مادتها وتراء فنها البديع. وهذه الحلي الذهبية تبرز مدى الجهد والمهارة الفنية التي بذلت في إنتاجها يدويا وعند أمهر الصاغة في نزوى. ولا تزال القطع الذهبية هنا تنتج بأشكالها التقليدية، ولا يزال لها زبائنها ومرتادوها الذين يأتون إليها من مختلف ولايات السلطنة. هذه البوابة الخشبية ندخل سوقا آخر في نزوى، إنه سوق الصنصرة أو السوق الشرقي. هذا السوق لا يزال يفتح أبوابه عند شروق الشمس ويغلقها عند الغروب. السوق الشرقي في نزوى بقي محتفظا بنكهته التراثية المتميزة، سواء من ناحية العمارة أو البضاعة، حيث ترى العقود والأقواس بأعمدتها وقوائمها المجصصة. فكل شيء هنا يبدو على حاله منذ القدم، ففي الدكان الواحد تحتشد عدة أصناف من المواد التموينية والبذور والسعفيات في نظام ألفه التجار وأحبوه واعتادوا عليه. فالألوان هنا تتداخل في صناعة لوحة خلابة تأسر الناظر. وما زالت جدران السوق من الجص والطين، وقد راعى الأوائل في تصميمه أن يستوعب مخازن الغذاء والمؤونة والأمتعة. سابقا في هذا السوق كانت تجارة السمن والعسل والجلود العمانية الخالصة رائجة، فالتجارة كانت تعتمد على المنتجات المحلية، حيث كانت الأرض تجود بأكثر الحبوب التي يقتات بها، بل ويصدر الفائض منها إلى الأسواق الأخرى، خاصة السمن العماني. ومن العادات التي ما زالت مألوفة هنا استخدام الوحدات الوزنية التراثية مثل المن والقلة. فالمن يساوي 4 كيلوغرامات والقلة تساوي 8 كيلوغرامات، وهناك الكياس ونصف الكياس، وهي وحدات وزنية أصغر من الكيلوغرام. ولمعرفة المزيد عن هذا السوق فلنستمع إلى هذا الحديث. يعني إذا سألت عن أحوال الأولية، صحيح كانت في الناس في مشقة عظيمة، بدل البضاعة تجي من الخارج تنزل في مسقط، في الميناء مسقط، يروحوا لها البلدين هذه مثل ما تقول نزوة، بهلة، الحمراء، كل واحد يروح على حمير تكرم أو ركاب، يتم بضعة أيام 10 أيام أو 12 يوم، تعب، محنة، شمس، مطر، كل شيء يتعب. وصحيح نزل ورخي، ما إنه سيرة جاي سيرة مرة واحدة جاي ونزل سامعنا، تقريبا 3 أيام نزلوا من الحمير أو من الركاب، رفع مرة ثانية، باتوا وناموا، صبح الصبح مرة يرفعوا في الركاب أو في الحمير، اشتلوا مرة ثانية. يبقى لهم مشقة عظيمة يا أخي، كم هذه الأرباح تطلع منها هذه البضاعة. إنزين، مثل ما نزوا هذه يعني تقول الداخلية الحمراء وبهلة وغير وذي الأماكن البلادين كلهم يمتاروا من نزوا في كل شيء.
زين، وكان في اول سمن النعماني يشل من هنا الى الخارب، شلوا ركاب، شلنا ركاب. هذه خاصه نزوه تقريبا مع 30 مطيه يحملوا، وكل مطيه فيها اربعه، يعني اربعه طبول من هنا ومن هنا، قول طبلين من هنا وطبلين من هنا، يشلوا له مسقط، مسقط وروا له خارب. كله سمن عماني خاص خالص، ما مكدر انه شيء ابدا، سمن عماني. زين، والحمد لله الان تيسرت الامور، سياره ساعتين من هنا الى مسقط، والاشياء كلها موجوده متوفره. الذي ما كان اول شيء اليوم كله موجود هنا. سوق نزوى الجديد من المشاريع المميزة والرائدة في المدينة، ويعتبر السوق بحد ذاته تحفة معمارية روعي في تصميمه تجسيد العمارة التقليدية في عمان، سواء من المناظر والأشكال المعمارية المتألقة للسوق أو القيم الجمالية للمدينة التراثية. وقد أكد كل ذلك فوز سوق نزوى بجائزة منظمة المدن العربية الأولى. السوق الجديد يضم عدة أسواق متفرقة بين مبانيه الجميلة، فهناك سوق الخضار والفواكه وساحات خارجية تعرض فيها مختلف أنواع البضاعة. بين جنبات هذا السوق محلات متخصصة للتحف والحلي الفضية، حيث يستمتع السائح هنا برؤية هذا النسيج الرائع من التحف والفضة. فالمصوغات النزوانية لها ميزة منفردة دون سواها من الولايات والأسواق العمانية الأخرى. ويتركز في نزوى أكبر عدد من تجار الفضة في السلطنة، فروح الأصالة تكمن في مصوغات هذا السوق من التحف والفضة. الخنجر سمة بارزة وجزء أساسي في الزي الوطني العماني، ويحرص الرجال على ارتدائه خاصة في المناسبات الاجتماعية والرسمية والأعياد. كما أن هناك الحلية النسائية الجميلة التي تشتهر بها أسواق نزوى، وتحرص المرأة على اقتنائها. سوق نزوى الجديد ببواباته الضخمة وعمارته التقليدية المتناسقة من المعالم الحضارية التي جعلت المدينة في مقدمة المناطق السياحية في السلطنة. ومبنى سوق الخضار والفاكهة من أكبر مباني هذا السوق، وتعرض فيه المنتجات المحلية من الخضار والفاكهة التي تشتهر بها المنطقة الداخلية، وينفرد بها الجبل الأخضر على مدار العام. وما يميز هذا السوق عن بقية أسواق السلطنة هو وجود التاجر العماني.
في هذا السوق أيضا نجد تجارة الحلوى العمانية، خاصة السمراء منها، نظرا لتوافر السكر الأحمر الطبيعي الذي ينتج محليا ويستخدم في صناعتها. وهنا سوق الأسماك، حيث تقام في ساحاته الخارجية المزادات العلنية لبيع الأسماك. داخل سوق الأسماك هناك 16 محلا تم تخصيصها لبيع الأسماك الطازجة التي تجلب إلى ولاية نزوى يوميا. في مشاهد موسمية مثيرة وممتعة يمكنك أن ترى هنا المزادات التي تقام في سوق نزوى لبيع النبات، وهي الأزهار المذكرة لتلقيح أشجار النخيل، وتعتبر عملية تلقيح النخيل من أهم العمليات الزراعية الفنية التي يقوم بها المزارع العماني. تشتهر مدينة نزوى بإنتاج وتصنيع التمور، ويضم السوق الجديد بين جنباته أحد المباني التي تم تخصيصها لبيع التمور، فالأصناف الجيدة منها تستخدم للاستهلاك الآدمي، كما أن هناك أصناف أخرى أقل جودة تستخدم كعلف للماشية. تتواصل مظاهر الحياة هنا في سوق نزوى، وفي الصباح الباكر من كل يوم يحتشد الناس في ساحات السوق وبين واحات النخيل الخارجية، تبدأ التجهيزات لهذا المحفل اليومي الحاشد والذي يعد قمة الإثارة في سوق نزوى. فالبائع يحضر الماشية والأغنام، والمشتري يأخذ مكانه في دائرة السوق، والسياح يجوبون أروقة الساحة مشدوهين بانبعاث الماضي حاضرا في هذه المشاهد الجميلة المتكررة في سوق نزوى. فالمزادات هنا تجرى وفق نظام دقيق ومراقب، فهناك كاتب السوق والناظر والدلال، وكل صادر ووارد إلى السوق يسجل ضمن السجلات اليومية. أعتقد أنه سوق رائع جعلوه يستحق المشاهدة، وقد عملوا على تحديثه وأضفوا عليه المزيد من الجمال واحتفظوا بطابعه التقليدي، وهو شيء عظيم بالنسبة للسائح، وهي بلاد ودودة وجميلة تستحق الزيارة، وأنا سعيدة بوجودي هنا.
وهذا هو سوق نزوى. ورغم التغيرات المتلاحقة في الحياة لم تتغير التقاليد الموروثة فيه، بل احتفظ السوق بطابعه القديم كأثر تاريخي يمكن للزائر أن يلمسه في الأسواق التقليدية التي ضربت بجذورها في الأعماق من تاريخ التجارة العمانية. ما بتسوون شيلة وجبناك يا ما.